استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سعادة الدكتور ميلاد حنا نمور سفيرة جمهورية لبنان لدى مملكة البحرين. خلال اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حريصة كل الحرص على دعم جمهورية لبنان الشقيقة والوقوف إلى جانبها، الأمر الذي تمثل في التوجيهات الملكية السامية بإرسال مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى جمهورية لبنان الشقيقة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به جراء الانفجار الكبير الذي تعرضت له العاصمة بيروت. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في أزمته الإنسانية ولتخفيف وطأة هذا الحادث الأليم الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية، وأن المملكة ستعمل على مواصلة دعم لبنان إنسانيا. وبحث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية لبنان. من جانبه تقدم سعادة الدكتور ميلاد حنا نمور سفير جمهورية لبنان لدى مملكة البحرين بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على المواقف الإنسانية التي سجلتها مملكة البحرين تجاه الشعب اللبناني، ومشيدا بالجهود البارزة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والمواقف المتميزة التي سجلها سموه والتي تعكس مكانة سموه المتميزة، وبحرص سموه على متابعة إرسال شحنات مملكة البحرين الإغاثية والإنسانية إلى لبنان.